بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمستمعين جميعا. كتاب فقه الأسماء، فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله. عفوا، فقه الأسماء الحسنى تأليف عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله. اسم الله الغني، وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا في القرآن الكريم. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. فهو تبارك وتعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن إلا أن يكون غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته. فكما لا يكون إلا خالقا رازقا رحيما محسنا، فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلائق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين. وكل من في السماوات والأرض عبيد له، مقهورون بقهره، مصرفون بمشيئته. لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه ورب بيته مثقال ذرة. فمن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيء، ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي لو أنكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في من ملك شيئا. وقال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ومن كمال غناه أن إنفاق المنفقين وبذل الباذلين في سبيله وابتغاء مرضاته لا ينفعه شيء، لا ينفعه بشيء. وكذلك شح الشحيحين وبخل البخلاء لا يضره شيئا. قال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله هو الغني. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لا من الأولى هذه جازمة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. جزاك الله خير. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وهو الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. ومن كمال غناه تنزهه تبارك وتعالى عن النقائض والعيوب،
فمن نسب إليه تعالى نقصا فقد نسب إليه ما ينافي غناه. قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ومن كمال غناه تنزهه تبارك وتعالى عن الشركاء والأنداد، إذ كيف يسوي التراب برب الأرباب، وكيف يسوي الفقير بالذات الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. وكيف يسوي العبيد بمالك الرقاب الذي جميع رقاب العبيد تحت قبضته وطوع تدبيره. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ومن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار، وأن يديه سحاء في كل وقت، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت، ويعدهم عند ذلك بالإجابة مهما عظم السؤال، ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة. وهو تبارك وتعالى واسع الفضل يزيل النوال، قد آتاهم من كل ما سألوه، وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤلهم لم ينقص ذلك مما عنده. ففي الحديث القدسي يقول تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه تبارك وتعالى على أهل الإيمان في جنات النعيم من صنوف اللذات وأنواع النعم وأطايب المنن مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه، ومن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. وعلم العبد افتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. وهذه قراءة في فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بن شيخ عبد المحسن العباد، ونحن مع اسم الله الغني. الغني أيها الكرام الفضلاء ورد معرفا وورد نكرة، فورد اسم الله الغني معرفا في ثمانية مواضع، ورد اسم الله الغني معرفا في ثمانية مواضع، اقترنت هذه المواضع بالرحمة. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، فمع غناه عز وجل فهو رحيم تبارك وتعالى بعباده. وورد اسم الله تبارك وتعالى الغني مقترنا بالحميد، وذلك في
قرابة 5 مواطن كما قال في سورة الحج وإن الله لهو الغني الحميد، وفي سورة لقمان إن الله هو الغني الحميد، وفي سورة فاطر والله هو الغني الحميد، وفي سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، وفي سورة الممتحنة فإن الله هو الغني الحميد. كل ذلك يدلل على غناه، وهو محمود تبارك وتعالى في ذلك كله عز وجل. وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، لا يملك أحد شيئا في سلطانه تبارك وتعالى. وورد اسم الله الغني نكرة غير معرف في عدة مواطن، كما في سورة البقرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الله أكبر. فمع غناه هو حليم، ومع غناه هو حميد تبارك وتعالى. وورد أيضا في البقرة نفسها واعلموا أن الله غني حميد، وجاء ذلك في موضع النفقة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، يعني ما تذهب إلى خبيث مالك لتخرجه نفقة، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو عرض عليك لن تأخذه إلا وأنت مضطرا لأخذه رغما عنك، لتعلم في النهاية. واعلموا أن الله غني حميد، غني عن نفقتكم، غني عن صدقاتكم تبارك وتعالى، إنما أنت تنفق بذلك لتنقذ نفسك من النار. وأيضا قال ربنا عز وجل في مقام عبوديته وإلهيته، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله غني عنك، غني عن عبادتك، غني عن حجك، فلا تتألى على الله عز وجل وتقول أنا حج في كل عام، أو تتألى على الله تبارك وتعالى وتقول صرفنا مبلغ كذا في حجنا في سنة كذا. وأيضا ورد اسم الله تبارك وتعالى الغني نكرة في سورة النمل في معرض محاورة سليمان لمن معه من الجن المسخرين بأمر الله عز وجل للمنان، قال الذي عنده علم من الكتاب، وقيل هو سليمان نفسه، أنا آتيك به قابل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. فيا عبد الله، إن من الله عليك بجاه أو بسلطان أو بمال أو بعلم فلا تكفر هذه النعمة فتستعمل نعم الله في معاصيه، وعليك أن تستعمل نعم الله في مراضيه، فإن الله غني كريم تبارك وتعالى. وأيضا جاء في معرض الحكمة التي آتاها الله عز وجل للقمان، فقال في سورة لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فإن آتاك الله عز وجل حكمة وسدادا فعليك أن تشكر هذه النعمة، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وورد أيضا في سورة الزمر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وورد أيضا مقترنا بالحمد بحميد في سورة التغابن، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. من كل هذا أيها الكرام الفضلاء يأتينا تصور في هذا الاسم الذي قال فيه الشيخ السعدي رحمه الله، فهو غني بذاته له الغنى التام المطلق. كل واحد في الدنيا له غنى، لكن الغنى ليس تاما وليس مطلقا، هو غني في باب،
فقير في أبواب أخر، وهو إما أن هذا الغنى يتحول عنه بالافتقار، أو يتحول هو عن الغنى بماذا؟ أن يتحول هو عن الغنى أيها الكرام الفضلاء بأن يذهب عنه ذلك المال. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى غناه تام وغناه مطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته تبارك وتعالى، فلا يتطرق لغناه وجه نقص من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا. عند الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرزق منذ خلق السماوات والأرض، الواحد منا إن أخرج إن أتاه الراتب الشهري يجعل له ميزانية لنفقاته، الله عز وجل يده السحاء الليل والنهار تبارك وتعالى لا تغيضه النفقة، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضه النفقة، فهو الغني تبارك وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة، الذي يغني جميع خلقه غنى عاما، وهو المغني لخواص خلقه بما يفيض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. فالغنى للبشر غنى عام وغنى خاص. الغنى الخاص هو إن الغنى غنى النفس أيها الكرام الفضلاء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن كمال غناه عز وجل ومن كمال كرمه أنه أمر عباده بالدعاء: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا. هذا من كمال غناه عز وجل، يقول لعباده: سألوني يا عبادي ما تريدون. ولذلك كان السلف يسألون ربهم عز وجل ملح طعامهم وعلف دوابهم وشراك نعالهم، لأنهم موقنون بأن الله تبارك وتعالى يجيب لهم ما يعطيهم، وأنه تبارك وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ ولذلك عجيب أيها الكرام الفضلاء لمن يذهب ليسأل أصحاب الأضرحة والمقامات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويتركون الحي القوي الغني تبارك وتعالى. وها أنا سأحكي لكم قصة عجيبة أيها الكرام الفضلاء، سأحكي لكم قصة من القصص العجيب لأحد السلف رحمهم الله ممن نزل به من الأمور الغائظة الشديدة، لتعلم غنى الله تبارك وتعالى ولتعلم كرم الله تبارك وتعالى فيما يفيض على عباده من نعمه ومن خيراته تبارك وتعالى. هذا رجل أيها الكرام الفضلاء اسمه أحمد ابن مسكين، من علماء القرن الثالث الهجري في البصرة. قال رحمه الله: امتحنت بالفقر سنة 1920، فلم يكن عندنا شيء، ولي امرأة وطفلها، وقد طوينا على جوع يخسف بالجوف خسفا، فجمعت نيتي على بيع الدار والتحول عنها، فخرجت أتسبب لبيعها، فلقيني أبو نصر فأخبرته بنيتي لبيع الدار، فدفع إلي رقاقتين من الخبز بينهما حلوى، وقال: أطعمها أهلك، ومضيت إلى داري. انظروا سبحان الله، هذا أعطاه يعني زي ما نقول أعطاه رغيفين وفيهم حلوى، وقال له: روح أطعم أهلك ويدبرها ربنا إن شاء الله. فلما كنت في الطريق لقيتني امرأة معها صبي، فنظرت إلى الرقاقتين وقالت: يا سيدي، هذا طفل يتيم جائع ولا صبر له على الجوع، فأطعمه شيئا يرحمك الله. ونظر إلي الطفل نظرة لا أنساها، فدفعت ما في يدي للمرأة وقلت لها: خذي وأطعم ابنك،
والله ما أملك بيضاء ولا صفراء، وإن في داري لمن هو أحوج إلى هذا الطعام. فدمعت عيناها وأشرق وجه الصبي. انظروا أيها الكرام الفضلاء كما قال ربنا عز وجل فيما مر معنا من الآيات التي ذكرناها في آيات النفقة والصدقة، أن الله عز وجل يأمر عباده أن ينفقوا من أفضل أموالهم ولا ينفقوا من أخسها. فهو القائل عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، هذا لا يملك أحمد بن مسكين إلا هذه الرقاقتين وبينهما تلك الحلوى، مثل الحلوى الطحنية يعني، ومع ذلك يدفعها طيبة بها نفسه. انظروا هذه الصدقة كيف ستغير حاله من الغني الكريم الجواد الرحيم تبارك وتعالى. قال: ومشيت وأنا مهموم وجلست إلى حائط، يعني كده جلس إلى جدار أفكر في بيع الدار، وإذا أنا كذلك، إذا مر أبو نصر وكأنه يطير فرحا، فقال: يا أبا محمد ما يجلسك ها هنا وفي دارك الخير والغنى، وفي دارك الخير والغنى، من الغني عز وجل. قلت: سبحان الله، ومن أين يا أبا نصر؟ قال: جاء رجل من خراسان يسأل الناس عن أبيك وأحد من أهله ومعه أثقال وأحمال من الخير والأموال. فقلت: ما خبره؟ قال: إنه تاجر من البصرة، وقد كان أبوك أودعه مالا من 30 سنة، فعاد إلى البصرة وأراد أن يتحلل، فجاءك بالمال وعليه ما كان يربحه في 30 سنة. يقول أحمد بن مسكين: حمدت الله وشكرتهم، وبحثت عن المرأة المحتاجة وابنها فكفيتهما وأجريت عليهما رزقا، ثم اتجرت في المال وجعلت أزيد بالمعروف والصنيعة والإحسان، وهو مقبل يزداد ولا ينقص، يعني المال يزداد من كثر النفقة، لأنه قد جرب الجوع وأغناه الله عز وجل بهذه الصدقة، فجمع له أموال وأرباح 30 سنة. وكأني قد أعجبتني نفسي وسرني أني قد ملأت قد ملئت سجلات الملائكة بحسناتي، ورجوت أن أكون قد كتبت عند الله من الصالحين. فنمت ليلة فرأيت كأنني في يوم القيامة، والخلق يموج بعضهم في بعض، ورأيت الناس وقد وسعت أبدانهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقة مجسمة. لأنكم تعرفون يا أخواني، الذي يسرق بقرة يأتي يحملها يوم القيامة، الذي يسرق عمارة حيشيلها يوم القيامة، اللي يسرق الصكوك حيحملها يوم القيامة، حتى لكأن الفاسق على ظهره مدينة كلها مخزيات. ثم وضعت الموازين وجيء بي لوزن أعمالي، فجعلت سيئاتي في كفة وألقيت سجلات حسناتي في الأخرى، فطاشت السجلات ورجحت السيئات، ثم جعلوا يلقون الحسنة بعد الحسنة مما كنت أصنعه. الآن يحطون حسنات الأموال اللي كان يفعلها. انظر يا أخوان ما هي التي سترجح الآن كفته. فإذا تحت كل حسنة شهوة خفية، تلقى الواحد منا يدفع الفلوس وعنده شهوة لكي يذكر عند الناس بالثناء، يخرج مقطع في القرآن لكي يذكر عند الناس بالثناء، يعطي موعظة لكي يشكر عند الناس بالثناء، يحسن إلى الجار لكي يشكر عند الناس بالثناء. قال: ثم جعلوا يلقون الحسنة بعد الحسنة مما كنت أصنعهم، فإذا تحت كل حسنة شهوة خفية من شهوات النفس كالرياء والغرور وحب المحمدة عند الناس، فلم يسلم لي شيء، وهلكت عن حجتي، وسمعت صوتا يقول: ألم يبقى له شيء؟ فقيل: بقي هذا. وأنا أنظر لأرى ما هذا الذي بقي، إيش اللي حيسقط الموازين وقد طاشت كل الحسنات. فإذا الرقاقتان اللتان أحسنت بهما على المرأة وابنها، فأيقنت أني هالك، فلقد كنت أحسن ب100 دينار ضربة واحدة. 100 دينار يعني يا إخواني يا أحبابي 450 جرام من الذهب، الدينار يعدل 4.5 جرامات، يعني 450 جرام من الذهب كل يوم أو كل ساعة يطلعها. توقعوا لو قلنا سعر الجرام 100 ريال، 450 في 100 45,000 ريال يطلعها صدقة في ساعة واحدة. قال: فلقد كنت أحسن ب100 دينار ضربة واحدة، فما أغنت عني، فانخذلت انخذالا شديدا،
فوضعت الرقاقتان في الميزان، فإذا بكفة الحسنات تنزل قليلا ورجحت بعض الرجحان، ثم وضعت دموع المرأة المسكينة التي بكت من أثر المعروف في نفسها ومن إيثار إياها وابنها على أهلي، وإذا بالكفة ترجح ولا تزال ترجح حتى سمعت صوتا يقول قد نجا قد نجا، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، واتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا الأعمال الصالحة أيها الكرام الفضلاء ليس بحجمها ولا بكمها، ولكن بالإخلاص المستودع فيها أيها الكرام الفضلاء، بالإخلاص الذي يستودع فيها تكون راجحة عند الله تبارك وتعالى. هذه بعض شذرات من اسم الله الغني، نسأل الله عز وجل أن يغنينا بالقناعة وأن يغنينا بالإخلاص وأن يتقبل منا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يعيذنا من شر الرياء وأن يعيذنا من شر السمعة وأن ينقي أعمالنا خالصة لوجهه تبارك وتعالى، لا رياء فيها ولا سمعة. وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخ. جزاكم الله خير شيخ.